السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، رؤية سورة الضحى أو سماعها أو قراءتها لمن كان في يعني رأها في المنام وتعبيرها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أحباب الله، من رأى هذه الصورة في المنام أو قرأها أو سمع حدا يتلوها فأنه يصلي صلوات السنة ويكثر من السجود والتقرب من الله ويصلي قيام الليل أو سيصلي قيام الليل وسيكون مع الله ويكون الله معه ويكون منصورا ومستجاب الدعوة وأنه سيكون له الدرجات العلا في الآخرة ويأتيه الله خير الدنيا وأن الله سيعطيه حتى يرضيه ويكون عند ربه مرضيا ويكون كثير التسبيح والاستغفار. ولكن كل هذا سيحصل بعد ابتلاء في الدين والدنيا، وبعدها يعني بعد الابتلاء نحصل اللي حكيته، وسيكون كثير الأحباب وصاحب بيت ملك يعني راح يملك البيت ويكون على صراط المستقيم إن كان من المهتدين، وإن كان من الضالين فسيهديه الله ويتم عليه نعمه ويرزقه رزقا حسنا لا يحتاج أن يسأل أحد أو يحتاج أحد، وأنه سيكون له قلب رحيم للضعفاء والأيتام والمساكين، وسيكون كريما ينفق ويتصدق بالسر والعلن، وأنه سيحدث الناس بنعم الله عليه ويظهرها ولا يخفيها. أحباب الله، هذا من رأى الصورة كاملة. مثلا لنجي مثلا على واحد بس شاف أنه سمع كلمة والضحى، معناته هاي بتقول الإنسان أو الله سبحانه وتعالى يقول تقرب إليه بصلاة الضحى. إذا مثلا شاف والليل إذا سجى لحالها، معناته إيش؟ إنه قوم قيام الليل واستغفر ربك بالأسحار. ما ودعك ربك وما قلى، بكون إنسان في ضيق وفي صعوبة وفي هموم وبإذن الله راح تحل مشاكله. مثلا إذا شاف وللآخرة خير لك من الأولى، معناته بيقول له لا تطلب الدنيا، خلي عملك كله ابتغاء وجه ربك في الآخرة. وإذا شاف مثلا الآية لحالها ولسوف يعطيك ربك فترضى، معناته هاي بشرى بكل تحقيق أماني حتى يرضيه. مثلا إذا جاء على واحد بقول لك ألم يجدك يتيما فآوى، يعني بقول لك كأنه بذكره أنه كنت يتيم وآويتك فاتق الله وامشي في الطريق المستقيم. وإذا مثلا سمع وجهك ضالا فهدى، معناته إيش؟ أنه أنت كنت ضال أو في حال الضلال وبإذن الله ربك سبحانه وتعالى رأي يديك. وإذا سمعت ووجدك عائلا فأغنى لحالها، مثلا رايح تكون بإذن الله فقير الحال ثم يغنيك رب العالمين. أما إذا سمع فأما اليتيم فلا تقهر، معناته هذا إنسان قلبه قاسي، الله سبحانه وتعالى قاعد بأمره أنه حنن قلبك على الأيتام وعلى الفقراء والمساكين. وأما السائل فلا تنهر، معناته هذا إنسان فظ وغليظ فيجب عليه أن إيش؟ يكون لا ينهر أي سائل، سائل مادي ولا سائل أي سؤال ولا رد سائل. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث بالنعم ولا تخفيها. يعني في ناس كثير الله بنعم عليه بالشغلات وبخاف من الحسد وبخاف من العين، لا، إذا شافها يوم بنعمة ربك فحدث فبين أظهر النعمة إلى أنعمك الله أنعم الله عليك فيها.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.